معك ربيع مني عفوا من مصر؟ من فرنسا، لا، أصلي من تونس. أصلك من تونس، سني؟ سني يا لكن أصلي سني، لكن أستاذ أكثر تلخبطت لما شاهدتك وقررت أني عفوا، تلخبطت لما شاهدتنا؟ تلخبطت يعني في عقيدتي واهتزت عقيدتي يعني زي ما قلت. طيب طيب والحمد لله وصلنا على التشيع، يجيب توضيح من عندك إن شاء الله. عفوا، شوية في مشكلة عندك بالمايك، ما جالس أسمعك واضح أنا. قلت لك أستاذ أمير يوصلني على التشيع بإذن الله، واصل توضيح من عندك. واصل للتشيع؟ لا يوصلني على التشيع بإذن الله توضيحك. أها، تفضل. في الشهادة، شهادة الشيعة يعني، طيب أنتم تقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد خير خلق وأن علي خير خلق الله بعد محمد، أي نعم، وتقول في نفس الوقت أن محمد وعلي واحد. نعم. توضح لي النقطة هذه، بارك الله فيك. يا أهلا وسهلا. بارك الله فيك. كلمة علي خير خلق الله بعد محمد هي مأخوذة من رواية حينما شيع أمير المؤمنين رجل يوناني. أمير المؤمنين قال هذه الجملة، قال لليوناني بعد الشهادة للنبي، قال له: قل وأشهد أن عليا وصيه وخير الخلق بعده. الآن يعني في رفعة المقام. الآن الآن جايك، أنا سأشرح لك، بس أولاً أوضح لك، هي رواية بالأصل. جيد؟ فهمت. جيد. ثانياً، خير الخلق بعد النبي، هذا فيه معركة بين السنة والشيعة، تعرف هذا الشيء أنت؟ أكيد. أها، فأمير المؤمنين راد يثبت هذا كقاعدة، أنه إحنا معركتنا على الخلافة وعلى خير الخلق بعد النبي، لأن هي نفس الدرجة. فهمتك، يعني على خلاف الموضوع. هي الخلافة تأتي لمن هو خير الخلق، صح لو أنا غلطان؟ فخير الخلق بعد النبي علي، فالمفروض هو الخليفة، فهمتك، بارك الله فيك. وإلا هم كلهم واحد. فهمتك، لقني الشهادة، بارك الله فيك. يا أهلا بك، يا أهلا ومرحبا. أنت منذ متى تتابعنا؟ والله أنا قصتي طويلة شوية، لكن ما بدي أخو من وقتك لا الآن. لا، تفضل، بس أهم شيء ما يفصل الخط، لأن أنت متصل مباشر، عندك رصيد. والله ما ب... لا بتصل على الواتساب. يلا اتصل على الواتساب حتى نسمع لك. أنا على الواتساب في ولا لا، أنت الآن متصل مباشر. ما بعرف أتصل على الواتساب. ما تعرف تتصل على الواتساب؟ والله لقيت الرقم هذا اتصلت فيه طيب، هذا الرقم اللي أنت متصل به في واتساب؟ في الواتساب. أي اتصلت بك على الواتساب. طيب الآن راح نتصل بك على الواتساب. جيد؟ بارك الله فيك. يا أهلا بك، يا أهلا. خلاص، أنا أسويه منه. اي نعم، يا هلا بك، يا اهلا وسهلا. قلت لك استاذ امير ان قصتي بدات اول مره نهار 7 اكتوبر، 7 اكتوبر يوم وقع الحادثه بتاع فلسطين اها، والسنه. من يعني 7 اكتوبر. زين، كنت بتكلم مع اخويا، طيب قلت له والله لو ربنا يحبنا واحد يروح يجاهد في فلسطين وزي هيك يعني، فهمت؟ طيب طيب كنت سني غيرت. اي الروح الجهادية. جاني اخويا قال لي ليش انت، انا اخويا ما انت ما كان مبين لي عقيدته، عشان في تونس تعرف انت طيب مو طيب سهله انك تبين عقيدتك الشيعيه طيب يعني، فهمت؟ طيب طيب قلت له، قال لي ليش؟ قلت له عشان اختصر الطريق للجنه باذن الله، فهمت؟ هيك 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 كان اي تفكيري يعني، حقك، اي فهمت؟ لا لا حقك، هذه هي العقيدة، ترى هاي العقيدة السنية.
هذا عقيدتنا السنية كانوا ما بعرف ولا إشي على الشيعة ولا إشي، كانوا أصلا يخوفونا لما كنا صغيرات، لما كنا صغار نخرج نلعب يقولوا لي رد بالك، تفهم تونسي استفهمية. يعني حاول تتكلم إلى الفصحى أقرب، بس لا أكثر ولا أقل. لما كنا أطفال يعني لما نخرج نلعب أي بنلعب إحنا أي أطفال بل يقولون لنا احذر، في شيعي، في شيعي يخطفكم، في شيعي يقتلكم، في شيعي أها أها يعني أها اقسم بالله كانوا يخوفونا بالشيعة ما تو، زنادقة. وما نعرف ولا اشي على الشيعة، ما كانت عندنا حتى معلومة على الشيعة. جاني اخويا قال لي انت اذا كان تحب تجاهد وانا عندي الروح هذيك يعني الغيرة وكذا، قال لي اذا كان تحب تجاهد عندي في طريقة اسهل بكثير. قلت له كيف؟ قال لي انك تؤمن بمحمد وال محمد وانت وفي يجي وقت وترجع تجاهد مع الامام عليه السلام يعني. عليه السلام. من هيك قلت له فهمني ما فهمتك. من هيك بعث لي فيديو نتاع بداية التوحيد، وبعث لي فيديو نتاع الرجعة يعني طيب. الشيخ الغزي. سبحان الله مني بديت بتفرج ما جاني إشكال وحيد، إني لعن أبو بكر وعثمان وعائشة في البداية هيك يعني، طيب. هذاك الإشكال الوحيد اللي جاني. وفضلت من يومتها وأنا أشاهد لك يعني بثك المباشر، وأشاهد لك جميع فيديوهاتك في الشغل في كل مكان يعني، فهمت؟ طيب. والحمد لله معناتها عقيد كأنه الدين هذا اللي كنت أنا ببحث عنه، عشان أنا كنت سني وفي نفس الوقت بكره السنة من موقف صار لي وأنا صغير يعني. الحمد لله. كيف كانت عليك محاضرة بداية التوحيد وأنت تشاهد أول مرة؟ سبحان الله أقسم بالإله العلي العظيم إنه كأنه هذا الدين اللي معناتها جاتني حق، زي كيف اوضح لك يعني، جاني الدين ما جانيش اشكال جمله في الدين، محمد وعلي الخالقين الرازقين سبحان الله. قلبي قال لي اللي هذا هو الدين الصحيح يعني، ما عشان السنه كل دينهم ملخبط، سبحان الله الحمد لله. ملخبط كثير يعني، كله تناقضات وكل وكيف وجدت فهمني بعدين استاذني. شفت انت عائشة وفضايحها والجماعة، احنا عندنا صايرين فيلم. عائشة بنت أبو بكر الزنديق اي زنديق هيك، هذه عائشة. لعنة الله عليهم. انصدمت من رواياتها؟ تفاجأت؟ لا هذه فاحشة زانية وما في، أنا مصدوم في حاجة واحدة، مصدوم في السنة اللي بيدافعوا على الزانية هذه أقسم بالإله، عشان الأمر واضح واضح واضح، هو تحريف القرآن ما فيش كلام يعني، واضح أي إنسان خلق له ربي عقل واضح واضح الشيء هذا يعني، فهمت؟ يقولون انه هي كانت تعلمه سنن النبي. أنا بتعلم الفحش مش سنن النبي. لعنة الله عليه يعني. يا اهلا بيك، يا اهلا ومرحبا، يا اهلا بارك وسهلا. الله فيك، بدي منك تلقني ان الشهادة، شاء الله الله يبارك تعالى فيك، على شرف بركة لي الله. أن الحمد لله أخذها منك. الحمد لله الذي انقذك، وبارك الله باخيك، أخيك طيب، الحمد لله. طيب كثير، وبتمنى انك تدعي له شيخ امير الله الله يبارك يوفقه فيك. إن شاء الله، الله يوفقه بحق محمد وآل محمد، الله يوفقه. سلامي إليه وتحياتي. وإلا أنت الآن وين مسوي لما الله أكبر تكبير؟ لا انا اصلا كنت سني، لكن صار لي موقف وانا صغير، بطلت الصلاة وبطلت كل شيء، انا اضطرت من المسجد مرتين استاذ امير، أها مرة عشان أنا وقفت في الصف الأول كنت ورا الإمام يعني طفل صغير، مو صغير 12 ولا 13 سنة يعني، فرحان بديني وبتصلي في الصف الأول في أزيد حسنات وزي ما يقولوا يعني هيك يعني، فهمتني؟ طيب
أنا في الصف الأول جاني شيخ كبير قال لي هذا مو مكانك، هذا مكاني. قلت له كيف يعني مكانك؟ هذا مسجد بيت الله يعني مكان. قال لي لا مو مكانك. كلمني إمام المسجد قال لي لا لا، أنتم صغار قعدوا في الخلف وهذا مكان مكانه هو يعني، بقاله كثير هذا مكانه. حملت روحي وخرجت من المسجد. من وقت ما من وقت هذاك ما عودت أصلي. الحمد لله، زين عملوا معك كذا حتى تطلع. والله سبحان الله، هم نقذوني، هم الصف اللي انقذني بس كيف الحمد لله. كيف يعني وصلت لمرحلة انه انت فكرت رح ردت تروح تجاهد في فلسطين؟ يعني عشان انا قلت ما صليت وما كنتش يعني عدينا، قلت اختصر الطريق الى الجنة يعني ما شاء بالعقل الله. السني، فهمت؟ يعني لا تطهر نفسك. أكيد زي هيك قلت أختصر الطريق إلى الجنة بالجهاد. بعدين عاد أخويا فهمني اللي الحمد لله هم كفار وما هماش على الدين الحمد الحقيقي، لله واللي هم وبدأ يبعث لي فيديوهاتك وفيديوهات الغزي، الحمد لله الحمد لله وصرت بتابعك الحمد لله. الحمد لله. يا أهلا ومرحبا، يا أهلا وسهلا. قل معي على بركة الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، إلها واحدا أحدا صمدا، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيد المرسلين وخاتم النبيين، وأفضل العالمين، أفضل العالمين، أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، وخير خلق الله بعد محمد، وخير خلق الله بعد محمد، وأحق خلق الله، وأحق خلق الله بمقام محمد بعده، بمقام محمد بعده، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناؤها المعصومين حجج الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناؤها المعصومين حجج الله، أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله من من أبي أبي بكر وعثمان ومعاوية وعمر وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم لعنة الله عليهم. لعنة الله عليهم، الحمد لله، لعنة الله عليهم لعنة الله. مليار مرة. مليار مرة، الحمد لله، لعنة الله عليهم. هنيئا لك، رفع الله مقامك. بارك الله هنيئا فيك لك شعائر ركوب محمد سفينة المحمد. النجاة، هنيئا لك ركوب سفينة النجاة، هنيئا لك ركوب سفينة بارك الله النجاة. فيك، أنت الآن بارك كما الله ولدتك فيك. أمك، وإلا قبل كنت يعني لا تحسب أنه أنت كنت على ذنب، إلا أو ذنب التسنن وليس ذنب ترك الصلاة، عرفت ما أقصد؟ والله ما فهمتك. أقول لك أنت الآن كما ولدتك أمك فلا شيء عليك مما فاتك، الحمد لله، الحمد لله، يعني اللي كنت تبحث عنه وهو التطهير أنت الآن قد طهرت بالنبي وأهل بيته وليس بالجهاد مع هؤلاء الفسقة. الحمد لله، لكن عقل سنة أمير أكيد زي ما أكيد، قلت لا لا يعني، أكيد، هذا طبيعي، بس والحمد أنا لله بس نجانا الله من أرد هذا. أوضح لك هاي النقطة. أي نعم، أرد أوضح لك هاي النقطة. بارك الله فيك أستاذ أمير، الحمد لله، رفع وربي الله ينصرك مقام. إن شاء الله على هالقوم الفاسقين إن شاء الله. الله يبارك بك، حياك الله، في رعاية الله، الله ينصر. في أمان السلام الله، عليكم أهلا برعاية ومرحبا. محمد وآل عليكم محمد، السلام السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، في رعاية أهل البيت.